بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمود جيمين في الحلقة الأولى من لعبة The Long Drive. قبل ما يبدأ هذه الحلقة، إذا أول مرة تشوف قناتي ومشترك في القناة، انزل تحت واضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وإذا لا تنسى أنك تفعل جرس لكي يصلك دائما جديد، ولا تنسى أنك تحط لايك وتعليق حلو منك وتنشر هذا الفيديو مع أصدقائك لكي نوصل العائلة. ومرحبا بكم جميعا، وهذا فضل منكم وليس أمر مني، وشكرا كثير لكم على الدعم. وقبل ما نبدأ هذه الحلقة، أبي أقول لكم إذا حبيتوا أي سلسلة نكمل عليها، أبي تفاعل لكي أعرف أنكم يعني مهتمين بهذه السلسلة وتحبون أني نكمل فيها ونسوي لها تختيم. بالنسبة للعبة جرين هيل، فشلتها من القناة خلاص، ما راح أحط جرين هيل لأنكم ما لقيت تفاعل، وأظن أنه ولا حد يحب هذه اللعبة، فما أطلع عليكم في المقدمة اللي تستارت ونسوي اللوغن ونبدأ في هذه. يعني ما سويت ولا شيء، فقط أعجبتني لأنه فيها شيء. هاي السيارة صراحة السيارة ما تقدر تحصل عليها إلا إذا كنت محظوظ مثلي، فما سويت ولا شيء، مثل أول مرة ترسبك يعني ولا شيء. أول شيء ترسبك في هذا المكان، يعني تحصل على هذا البونش هنا فتأخذه في يدك وتبدأ تعدل في سيارتك. فأول شيء راح نسوي، راح نعدل على هذا، نخليه يصير لامع مثل هذا الشكل، وأيضا هنا نلمع هذا ونلمع باقي أجزاء السيارات، السيارة مو السيارة. في شيء آخر اللي هو هذا ما نقدر نلمعه بالبونش، فراح نحتاج أداة أخرى. وهذا تحتاج ترميه ولا لا؟ خلاص هذه البونش صار المفعول لها، خلاص نحتاج هذه بدل البونش، فنرش عليه شوية مثل هيك. أيضا هذا الباب، أوكي صارت سيارة جديدة. نحس إن أخذ هذه الفرشاة، أيضا هذه الفرشاة نحتاجها عشان الصدى، فنشيل الصدى بهذا الشكل كما تشوفون، ونشيل صدى هذا الصدى الموجود هنا كما تشوفون، صارت مثل جديدة. أيضا نشيل صدى هذا الصدى، وهذه الإطارات أغيرها، الإطارات هادو مش عارف شو اسمهم، بس رح نغير نجيب الجديد. بس عندي واحدة بس مو مهم، راح نلقاها في الطريق ان شاء الله. عندنا الشوتجن، راح ناخذ الشوتجن وناخذ الطلقات، نحتاج طلقات نحطها في رقم 2 2 2. اوكي خلاص نحط الشوتجن، نسوي هيك لحظه ريلود. اوكي جميل، جميل في الامر في الريلود انك تسويه بالماوس، استغفر الله. ايه نحتاج هذا، نحتاج هذه مو هذه عشان نشيل الصدى اللي موجود هنا. اوكي الشيتا خلاص راحت، اللي فاضي عندنا هو هذا. اوكي تمام، خلص حتى هذا خلص، ما يهم. راح نلقاه في الطريق. اهم شيء اني اخذ هذا بتاع الاناره الضوء، وناخذ الفيول، هذا وتر مو فيول، في فيول وفي وتر، لا احطها هيك لحظه هكذا، نحطها هنا، سكر، لا سكر خلص لحظة ما تسكر خلص. راح نجيب ايضا هذا الفيول، يا رب. اوكي حط، اوكي وش هذه السباغة، ما بيسبق سيارتي حاليا، ممكن نسبقها في المستقبل، بس حاليا هذا اللون عجبني. وش هذه؟ ما ادري،
هذه ولا هذه ما ادري. اللي راح اسويه هو راح اخذ اطار، راح نعدل الاطار بهذا الشكل، ناخذه معنا عشان الطريق. ممكن لا، ممكن الطريق نحتاج اطارين مو بس اطار واحد، فممكن تطول الرحلة ممكن لا. اوكي حاليا خلاص خلصنا، راح نبدأ الرحلة ان شاء الله. اوكي راح نبدأ الرحلة، نقول بسم الله. لا هيك الله، بسم الله توكلنا على الله. فكرة اللعبة انه هذا الطريق يعني ما له نهاية، فما اعرف هل فيه نهاية ولا لا، بس هذه فكرة اللعبة. لا 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 لا. المشكلة اني تقريبا قد تقريبا اكثر من 10 دقائق ولسه ما شفت ولا بيت ولا اي شيء. بس لحظة بشوف شيء. اول بيت لقيته، هذا محطة وقود، نايس. سكر، انزل. وش هذا الصوت؟ ما مشكلة، الحكم في هاي اللعبة. خلاص اوكي تمام، رح نعبي بنزين بطبيعة الحال. اوكي عبينا بنزين، رح نغير الاطارات. الإطار اللي على بالي هذا. أوكي. هذا الإطار. لا هذا أفضل منه. مش لقينا بونش. حلو. اديني بونش أحطه في رقم 3. أوكي حلو. ادينا هذا البونش. يمديني اسوي هيك ولا لا؟ ما ادري. لا ما يمديني. هنا؟ حلو. اوكي ضاع البونش خلاص. زال. فيب لحظة، في شيء آخر؟ لا أفهمت سكت، بس خربان يعني لازم نصلحه، بس حاليا ما أحتاج، عندي سيارة خلاص. يلا نكتشف شيء آخر وانهي الحلقة. لو لقيت شيء آخر راح أرجع لكم. راح أسوي شيء جنوني، ما راح أكبس الفرامل. راح أبدأ ما راح أكبس الفرامل أبدا أبد أبد أبد. يلا حتى نصل الى شيء لمكان ما او اسوي حادثة. يلا هذا تحدي، ما راح اكبس فرامل. صعب التحكم في السيارة بدون فرامل. ايه الشمس، ما اقدر اشوف ولا شيء، والله ما اقدر اشوف ولا شيء. الشمس، يا الله الشمس. حلو. وش اللي صار؟ ما راح اكبس فرامل، خلاص روح بدون فرامل. والله اللعبة حلوة والله.
يعني نمط اللعبة تستمتع بها، مش لأنها يعني صعوبة، بس طريقة العمل في اللعبة يعني مش عارف كيفاش أشرح لكم. بس لو خرجت يعني برا الموضوع اللعبة، لو تلعب يعني شيء آخر، مثلا تسوي مثل هذا التحدي بدون ما تضغط على الفرامل، خلاص راح تلقى جليتشات مضحكة جدا في اللعبة. بس اللعبة يعني تعتبر إيرلي أكسس، لسه بيطورون في اللعبة. صعب جدا التحكم بدون فرامل. لا 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 لا، ادخل، يلا خليك هنا. يا الله، مش هذا، خلص، ما أبي سيارة، راح نسوق حافلة يا إخوان. نقدر نسوق الحافلة؟ لا، ما نقدر. المهم، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أتمنى الحلقة نالت إعجابكم. راح نكتشف هذا المكان في الحلقة القادمة إذا حبيتوا. وهنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيس.